استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك العمل الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. يوم أمس في قصر الصخير السفراء الجدد لمملكة البحرين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم السفير عصام عبد العزيز الجاسم سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية السفير أسامة عبد الله العبسي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إيطاليا السفير الدكتور وليد خليفة المانع سفير مملكة البحرين لدى ماليزيا السفير الشيخ خليفة بن عبد الله بن حمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السفير علي جاسم أحمد العرادي سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السفير عبد العزيز محمد العيد السفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية السفير بسام أحمد مرزوق سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية السفير سعود حسن النصف سفير مملكة البحرين لدى جمهورية كوريا السيد خالد أحمد المنصور سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق. وأدى السفراء القسم القانوني أمام حضرة صاحب الجلالة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينهم سفراء فوق العادة مفوضين وهنأ جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه السفراء بمناسبة تعيينهم في مناصبهم معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الدبلوماسية الجديدة وتحمل هذه المسؤولية الوطنية لخدمة الوطن والمواطن وأبلغهم بنقل تحياته إلى أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول المعينين لديها وخالص تمنياته لشعوبهم الشقيقة والصديقة بدوام التطور والازدهار كما وجههم جلالته إلى مواصلة الجهود لترسيخ علاقات البحرين الوثيقة والبناء على الروابط الطيبة الوطيدة مع هذه الدول وتوسيع قاعدة مصالحها معها وتجسيد مبادئ المملكة الداعية إلى التعاون والسلام والتسامح والتعايش الإنساني وكذلك العمل على رعاية شؤون المواطنين البحرينيين في تلك الدول والاهتمام بمصالحهم وتلبية احتياجاتهم وأشاد يده الله بالدور المهم الذي يطلع به جميع سفراء البحرين في دعم مجالات التنسيق والعمل المشترك مع مختلف البلدان وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المثمر والبناء مؤكدا جلالته أن المملكة حريصة على ترسيخ قاعدة مصالحها مع مختلف الدول بما يحقق المصالح المتبادلة ورفع السفراء من جانبهم خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لصاحب الجلالة بمناسبة شهر رمضان المبارك مبتهلين إلى الله تعالى أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على جلالته وعلى المملكة وشعبها الوفي معربين عن عظيم شكرهم وبالغ امتنانهم وتقديرهم إلى جلالته رعاه الله وعن عميق اعتزازهم بهذه الثقة الملكية السامية لتمثيل الوطن في الخارج مؤكدين بأن توجيهات جلالته السديدة تشكل حافزا لهم لبذل المزيد من العمل والجهد لتعزيز أواصر التعاون والروابط الوثيقة مع هذه الدول.